بون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خوتي. كي العادة راح نوليو مع واحد المروكي خوتي، يشرح لنا القضية نتاع غينيا اللي راح تلعب مع ليكيب ناسيونال في 6 جوان بالمغرب، مراكش ولا ما عرفوش من الصاد، اما ما نعرفوش من الصاد عندهم. المهم الكاف خوتي رسميا باللي قالت الغينيا قالت لهم لازم تلبسوا التوني بالخريطة الوهمية. درك اخوتي والله ما فهمنا، درك العالم كله ضد الجزائر ما فهمناش علاه، والله السبب يبقى مجهول، والله كارثة. المهم خوتي نروح نشوفوا الفيديو مع هذا المغربي، ما تنساش دير جيم كومنتير وتخلي الاشتراك باش يصل كل ما هو جديد، ولكن الله معنا. اتفرج الفيديو. كتشوفوا هنا هو التوني ديال غينيا، واليوم غادي نحكي لكم القصة ديالو كاملة. بلا شك شفتوا التوني وشفتوا في ديك الخريطة كتقولوا هذا ماشي توني ديال المغرب، ولكن الخريطة علاش هنا غادي نشرح لكم الا بقيتوا معايا حتى الاخر الفيديو. وما فيهاش حتى هضرة، هذه تكون مؤامرة على الجزائر والله اعلم. خطرمكش احنا سمعنا باللي الجزائر وغينيا، غينيا بعد رفضت اللعب في المغرب ثم عطات لها صفعة قد العالم. من الاخر انا سمعنا باللي غينيا ما تحبش تلعب في المغرب، ما عرف راح يلعبوا في مصر ولا في الجزائر، ممكن راح يبدلوا وجهتهم باش ما يلعبوش في الصاد نتاع المغرب. كملوا الفيديو. فاليوم الكاف كتعلن رسميا ان غينيا عندها الحق، لان كان دارت واحد الطلب باش تستقبل المنتخب الجزائري في شهر 6 عندنا هنايا في المغرب، فالكاف كتوافق على هذا الطلب وغينيا غادي تستقبل منتخب جزائري عندنا هنا في المغرب. بلا ما نزيدكم خوتي، البريتيش راه فرحانين بالخريطه الوهميه هذه اللي داروها داروها ضجه وصبح ترند الخريطه هذه، باللي كيشغل الخريطه هذه كي تركبها في صدرك ولا تركبها على التيشر المنتخب الجزائري ينسحب وما يلعبش. تشي المغاربه يعني اعتقادات عندهم ما عرف كيف. المهم خوتي نكملوا الفيديو مع البراتيش هذو ونكملوا معاهم، وان يغلطوا وان يدوروا نعطيهم من الاخر. زين كملوا الفيديو. فين مازال ما تحددش الله، تقدر تستقبلها في العيون مركب ديال محمد الغدف، تقدر تستقبلها في مراكش، ربما في اكادير، ربما في طنجه، ما عرف مازال ما عرفناش المدينه كيفاش، ولكن من بعد ما الكاف علنات هذا القرار اليوم وسمحت لغينيا انها تستقبل لان ما عندهاش ملعب في غينيا كيستوفي شروط ديال لاكاف. حس ما سمعنا باللي غينيا ما تحبش تلعب في المغرب، على بالك باللي المغرب ممكن عندها لي ستاد ماهمش واجدين كيما تعرفوا الزريبه الدريبه هذه، بالك راه يلعبوا في مصر خلاص. والله ان شاء الله يا ربي ولعبوا في مصر روحوا كاع من الاخر، زكاره في ونزلوا الدرابو تاع الصحراء الغربيه، زكاره في البريتيش. كملوا الفيديو. فبحال كما لعبت ديك العام مع بوركينا فاسو في مراكش، فهاد المره يعني كتسمح لغينيا انها تستقبل، فالجمهور ديال غينيا فهو خرج بالتيشيرت ودار فيه الخريطه المغربيه كامله باش ان كيقولوا باش ان الجزائر تنسحب ويربحوا هما ب3-0. هذا هو الاعتقادات نتاع المغرب، البريتيش المغرب المخزن، هذا هو الاعتقاد نتاعو باش تنسحب الجزائر وما تلعبش. هي كارثه مهزله عظمى. كملوا الفيديو. تصور معايا المهزله ديال الجزائر فين وصلت، ولاو كاع الافارقه تيضحكوا عليها، يعني ولاو ضحوكه في افريقيا، ولاو مهزله جميع الفرق، وهاد الصوره اليوم راه دايره بوم في مواقع التواصل الاجتماعي وكتبين الجزائر جامي تولي اضحوكه في نص العالم، انتم اللي وليتوا اضحوكه في نص العالم، ثم تحبوا تدخلوا سياسة في البالون وما تنجمولهاش، ما كومش قدها، كون جيتوا قدها نقولوا صح. عندك خويا الارض الصحراء الغربية روح تدي قدم قدم، درك يجيوك المحارق، يجيوك قطع بنانات من الملاح هذوك اللي يقلعوا السخانة والحمى المهم خوتي وصلنا نهاية الفيديو، ما تنساش دير جيم كومنتير تخلي اشتراك باش يصل كل ما هو جديد. والبريتيش هو راكم تعرفوا المسألة تاعهم كيفاه مدايرة. سلام.